أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. تعافى الدولار الأمريكي خلال اليوم الماضي على الرغم من أن الين الياباني ما يزال يبدو قويا. ما يزال زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي يبدو تصاعديا بعد التراجع إلى مستوى الدعم الواضح عند 1.1675. وجد زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني دعما عند مستوى أعلى، ولكنه ما يزال يبدو أن لديه بعض الزخم التنازلي. يبدو زوج جنيه بريطاني أمام الدولار الأمريكي تصاعديا بعد أن تراجع إلى مستوى الدعم الواضح عند 1.3083. شكرا لكم، سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق.